لما نتكلم عن تاريخ أكثر من 25 سنة في المجال الفني سواء على المسرح أو في مجال الدراما، وين نواف نجم قبل 25 سنة شنو كان؟ تقصد قبل التمثيل يعني؟ قبل 25 سنة قبل التمثيل لو أقول لك راح تنصدم. طبعاً ما كان هذا مجالي نهائياً ولا كنت أصلاً في الحياة، كنت مجرد مراهق. مراهقتي ضاعت ثلاث سنين من عمري راحت بالسجن. سجن؟ بالسجن. كنت توني كامل 18 سنة. طلعت من السجن بلشت حياتي. اشتغلت مراسل. اشتغلت مندوب مشتريات. بعد السجن؟ بعد السجن. هني بدأت قصة الكفاح. شافني صديق قال لي دش التمثيل. أبي أعيش. فقدت والدي من سنة 1984. رحمة الله عليه. عشت تحت ظل أمي. أبي أعيش. دشيت التمثيل. مو حبه في التمثيل. على فكرة أنا ما أحب التمثيل. هذا تصريح قوي، يعني نواف نجم يقول لكم إن أنا مو حاب التمثيل أصلاً، أنا دشيت عشان آكل. بالضبط. وكثير من عندنا هذا الشيء، وكثير من عندنا نفس الشيء. يقول لك أنا أحب التمثيل لكن من داخل صديقي ما أحب التمثيل. يعتبره مادة وشغل. مهنة من لا مهنة له. أخلصك. يبي يعيش. أحد النجوم الشباب بوقتنا الحالي قالها لي. رأس مالنا لساننا. فعلا. رأس مال اللسان كعلاقات. كتمثيل. دشيت التمثيل واشتغلت. خليتها كلعبة. جيم. يا توصل. يا خلاص جيم أوفر. يا تصعد يا تنزل يا ظل مكانك. دشيت التمثيل مو حبا بالتمثيل. أبي أعيش. متى حسيت أنك أنت جيم أوفر؟ بعد أول مسرحية لي. مسرحية قرناص حيطان. قدمت فيها دور الشاذ. الدور الجنسي هو عندنا هني. عانيت وايد. يعني قلت أنا شنو سويت؟ أنا طلعت من حفرة وقطيت بنفسي بحفرة أعمق. وايد تأذيت. انتقادات. سب. تنمر. جميع أشكالها وألوانها. من جميع أنحاء العالم. دشيت تويتر 5 دقائق ومسحته. ليومك هذا أنا ما عندي تويتر. يعني قناص خيطان سوالك أزمة. أزمة نفسية وعائلية. حتى صحية دمرني. زين طالما أنت قاعد تمثل الناس شايفين هذا الموضوع تمثيل، ليش الموضوع الناس خذته بجدية أكثر؟ ليش ما اعتبرت أنت ممثل موهوب؟ وأنك أنت قاعد تمثل على خشب المسرح مجرد أنك توصل رسالة. في عقول حسبتها كذي، بس في عقول ما حسبتها بهالطريقة هذه اللي أنت قاعد تحسبها الحين. ما حسبتها كذي. لا فعلا هذا أوف. لأن أنا أول مرة أمثل وأطلع بدور نفس هذا، عيل فعلا هو فعلا جنس. فخلاص هو جنس. ومش الجنس جنس جنس جنس. أثر عليك الموضوع هذا بسالفة الزواج؟ لا نهائيا ما أثر. لأن قدمت وراء أشياء وايد فمسح. الجمهور ينسى بسرعة. أنت صرحت تصريح يمكن ما حد سمع فيه من قبل أنك أنت انسجنت 3 سنوات. أين هذا التصريح؟ طبعا إذا لنا حق نسألك فيه إن شنو كان سبب السجن؟ لك حق طبعا. كانت عندي قضية مشاجرة وإتلاف مال الغير. انسجنت انحكم فيها 3 سنوات. طبقت منها بالضبط 1 سنة و1 شهر و15 يوم. طلعوني عشان حساسية سلوك. طبعا حكمي كان 3 سنوات مع الإبعاد. مع الإبعاد.